أنا في كامل قوتي. اجمع كل المؤمنين الفدائيين وقول لهم مولانا عايز يخطب فيك خطبة مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحتي برؤية وجوه المؤمنين هي الفرحة الأكبر. واعلموا إننا زي ما شفنا بعضنا دلوقتي زي ما هنشوف بعض في الجنة تمام، لكن بوشوش ما فيهاش تعب السهر ولا جوع الصيام. واعلموا يا شباب الجنة إن ربنا ما أذنش ليا بالظهور ليكم ولا الكلام معاكم إلا لنبأ عظيم وبشرة أعظم. خبرني مولانا الإمام عن مولانا الشهيد عن ربنا إننا هننتصر وإنهم هينسحبوا من حوالين القلعة مكسورين مخزيين. واعلموا أن مفتاح الجنة كان هدية مولانا الإمام ليا. أدخلوا فيها من أشاء، ولقد استأذنته أن أدخلكم أجمعين. النصر ليه علامات وليه خطوات وليه خطة. أول علامة للنصر إنكم شفتوني، تاني علامة إنكم سمعتوني، وتالت علامة إنكم تنفذوا أوامري اللي هي أوامر مولانا الإمام. من سماء القلعة تطير أسهم جهنم على جيش الظالمين، ومن باب القلعة الخفي يتحرك رأس جيش المؤمنين في وقت الغفلة، ومن الأطراف البعيدة يأتي المدد على يد باقي المؤمنين. اتبع لي كل مختارين القلعة. في نهار بكرة هيتكلم الحجر والشجر عن معجزة مولانا الإمام، وعن أتباع حسن الصباح الصائمين قليل العدد اللي هزموا أكبر جيش ظالم على وجه الأرض. كحالوا عيونكم بالنجوم لأن في نورها بواقي كلامي مع الإمام. واغسلوا وشوشكم بندى النصر، وامسكوا سيوفكم بقوة الله، وانطلقوا على بركة الله منتصرين محروسين ببركة مولاكم الإمام حسن الصباح. من أجل سيدنا يحيى. يحيى سليمان،
نبت المراقبة. البرد النهارده شديد. اصحى مراد. سليمان بص